تعيش الجزائر رمز الفداء وعبد الحميد بوجدانها حباها ابن باديس أنفاسه فقامت إليه بأركانها رأى العمر يسري كطيف وقد عسى المستبد بأوطانها فشيد بالعلم ركن العلا جهادا ليرفع من شانها وزكى القلوب بجمعية تفوق الجيوش بنيشانها وسخر في وعيها منبرا شهابا على رأس أوثانها دور العلامة ابن باديس في استقلال الجزائر عن فرنسا دور مركزي، إذ كان ابن باديس وطيلة ربع قرن من الزمان هو رافع لواء الهوية الإسلامية والعربية للجزائر في وجه المستعمر الفرنسي، وكان المحرض على رفض الاندماج في الهوية الفرنسية. وهذا الدور المركزي لابن باديس لا يتضح إلا إذا فهمنا تاريخ الجزائر مع الاحتلال الفرنسي الذي استمر أكثر من 130 عاما. عانى فيه أهل الجزائر أشد المعاناة من التشريد والحبس والقتل ومصادرة الأموال والأراضي، فضلا عن محاربة الإسلام والعروبة. فكيف بدأت قصة الاحتلال الفرنسي للجزائر؟ سألوني لمن أعيش أنا؟ فأجبتهم أعيش للإسلام والجزائر، فالإسلام هو الدين الذي يحترم الإنسانية في جميع أجناسها، ولا نجاة لها إلا بالإسلام. أما الجزائر فهي وطني الخاص الذي تربطني بأهله روابط، تفرض علي تلك الروابط فروضا خاصة، وأنا أشعر بأن كل مقوماتي الشخصية مستمدة من الجزائر مباشرة، فأرى من الواجب أن تكون خدماتي كذلك تتصل بالجزائر مباشرة. فبعد أن عرفتم سمو الفكرة، فهل تعيشون مثلي للإسلام والجزائر؟ بعد قيام الثورة الفرنسية عام 1789 ميلادية، أصيبت فرنسا بانهيار اقتصادي وتعرضت لمجاعة قاسية نتيجة للحصار الاقتصادي والعسكري اللذين فرضتهما الدول الأوروبية المعادية للثورة الفرنسية، ولم تجد فرنسا أمامها إلا اللجوء إلى الجزائر لشراء القمح منها. وقد كانت الجزائر إذ ذاك من الدول العربية التي تتبع الدولة العثمانية، وواليها العثماني كان الداي حسن باشا. فما كان من والي الجزائر إلا أنه قرر دعم فرنسا ووضع تحت تصرفها فائض المحصول من الحبوب، وأقرضها ربع مليون فرنك دون فائدة لشراء ما يلزمهم. ومن أجل ذلك أسست الحكومة الفرنسية خطا ملاحيا خاصا لنقلها. هكذا أحسنت الجزائر إلى فرنسا في ظل محاصرتها من قبل جيرانها الأوروبيين. فتحت الجزائر أبوابها للفرنسيين، وكانت الحكومة الفرنسية تقبض لكنها تؤجل الدفع، مما رتب عليها ديونا تجارية اتجاه الجزائر، فأخذت فرنسا تماطل في سدادها. وفي عام 1827 ميلادية
حين قدم قناصل الدول الأجنبية لزيارة حاكم الجزائر الداي حسين لتهنئته بعيد الفطر، جرى حوار بينه وبين قنصل فرنسا بيار دوفال، وطلب منه أن يبلغ حكومته بضرورة الإسراع في تسديد الديون التي عليها الجزائر. فأساء القنصل الفرنسي الرد، فأمره الداي حسين بالخروج من حضرته، لكن دوفال لم يستجب للأمر. فقام الباشا بالتلويح غاضبا في وجه قنصل فرنسا بمروحة كانت بيده، فكتب القنصل إلى بلاده بما حدث، وادعى أن الوالي العثماني ضربه بالمروحة 3 مرات. أقول أصلا فرنسا كانت تنوي احتلال الجزائر منذ عهد نابليون بونابرت، لكنها اتخذت من حادثة المروحة ذريعة للتخلص من ديونها من جهة، وإيجاد حجة لاحتلال الجزائر والاستيلاء على خزينتها من جهة أخرى، والتي كانت تحتوي على 150 مليون فرنك. وللعلم فإن الدولة العثمانية في هذه الفترة بدأ الوهن يدب إليها، وكانت تلقب بالرجل المريض، فتزايد طمع الدول الأوروبية الاستعمارية عليها. ومن جانب آخر كان للجزائر قبل الاستعمار أسطول بحري قوي، لكن مع مرور الزمن تقادم الأسطول حتى تحطم كليا في معركة نافرين البحرية عام 1827، عندما ساعدت الجزائر الدولة العثمانية خلال حرب الاستقلال اليونانية، ولم يبقى من الأسطول الجزائري سوى 5 سفن. فاغتنمت فرنسا الفرصة لتنفيذ مشروعها الاستعماري في الجزائر، وهكذا قابلت فرنسا إحسان الجزائر بقرار الاستعمار. فأرسلت فرنسا قطعة من أسطولها إلى الجزائر، وطلب قائده من الوالي العثماني الداي حسين الاعتذار للقنصل، إلا أنه رفض. فحاصر الفرنسيون الجزائر حصارا بحريا لمدة 3 سنوات متوالية، بدءا من سنة 1827 وحتى 1830 ميلادية، حيث سيطرت القوات الفرنسية على أساطيل الجزائر ومنعتها من الإبحار بحرية. وفي عام 1830 قررت فرنسا الانتقال إلى الضربة العسكرية، فقام ملك فرنسا شارل العاشر بإعلان الحرب على الجزائر، وأعطاها طابعا دينيا، حيث اعتبرها حملة مسيحية على بلاد البرابرة المسلمين، وأنها في صالح كل العالم المسيحي. فتحركت القوات الفرنسية بجيش قوامه ما يقارب 40,000 جندي من المشاة والخيالة، مزودين بأحدث أدوات الحرب، وأسطولا بحريا يتكون من 700 سفينة بقيادة الجنرال دي برمون. تحركوا من ميناء طولون الموجود في المنطقة الجنوبية من فرنسا، توجه هذا الأسطول إلى الساحل الغربي المتاخم لمدينة الجزائر، وتم إنزال القوات بسيدي فرج. وقد اختار الفرنسيون هذا الموقع لحرصهم على مباغدة أهالي مدينة الجزائر بالهجوم عليها برا، نظرا لصعوبة احتلالها من البحر. ورغم قلة العتاد والعباد، فقد قاوم الجزائريون الغزاة، لكنهم لم يصمدوا أمام هذا الترسانة الحربية الحديثة التي استطاعت أن تتقدم وتنتصر على قوات الداي، ثم دخولها مدينة الجزائر يوم 5 يوليو سنة 1830 ميلادية، وتوقيع الداي حسين على معاهدة الاستسلام. وبهذه المعاهدة تم إنهاء الحكم العثماني في الجزائر، وخروج الوالي العثماني من البلاد الجزائرية إلى الأبد. ومن العاصمة انطلقت فرنسا لاحتلال
بقية المناطق. أما تفاصيل ما قامت به فرنسا في الجزائر بعد الاحتلال نتابعه بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. فقامت إليه بأركانها وآخى على الحق أبناءها أسودا على نور قرآنها. فهذا البشير وذا طيب كنور النجوم وميزانها. فأضحى الكتاب شفاها وفي هدى المصطفى نور أجفانها. فيا قسنطينة أسقي ثراه بدمع عيوني وأشجانها.